بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنن الإقامة. كل هذه السنن الأربعة الأولى عند الإقامة كذلك كما هي في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فيكون مجموع هذه السنن التي يفعلها عند الإقامة لكل صلاة 20 سنة. يستحب مراعاة الأمور التالية في الأذان والإقامة ليكتمل الامتثال والثواب إن شاء الله. السنة الأولى وهي التوجه إلى القبلة حين الأذان والإقامة، أن يكون في حالة القيام. الطهارة في الأذان، أما في الإقامة فالطهارة معتبرة في صحتها إلا إذا أتى بها بقصد الرجاء. عدم التحدث في أثنائهما وخاصة بين الإقامة والصلاة. السنة الخامسة وهي الاستقرار أثناء الإقامة. السنة السادسة وهي الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة الله في كل فصل يحتوي عليها في الأذان. أما الإقامة فهي حذر أن يأتي بها بسرعة وتتابع. سبعة وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان، مد الصوت ورفعه في الأذان وبدرجة أقل في الإقامة. طبعا هذه السنة الثامنة. السنة التاسعة الفصل بين الأذنين والإقامة، وذكرت الروايات أن الفصل يمكن أن يقع بصلاة ركعتين أو سجود أو تسبيح أو القعود أو الكلام. في صلاة المغرب يكفي التنفس ويكره الكلام بينهما حسب الروايات. في صلاة القدى الفجر، وقال بعض الفقهاء يكفي الفصل بخطوة ولا بأس بها تسامحا. السنة العاشرة وهي يستحب لمن يسمع الأذان سوى أذان الإعلام أو أذان الصلاة، وكذلك الإقامة أن يحاكي الفصول التي يسمعها، ولكن عندما يسمع قد قامت الصلاة في الإقامة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أعلم.